السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. كاع القوى الكبيرة اللي كتفكر بعقلية الهيمنة كتخدم كاع الوسائل الممكنة والمستحيلة باش تحققها. ديما كتقلب على مصادر جديدة من مصادر القوى المختلفة باش تخدمها كآليات تزيد من النفوذ ديالها. هاد الأدوات المستخدمة هي اللي تيقولوا عليها القوة الناعمة، والغاية ديالهم منها هو يخليو الواحد يقوم بسلوك معين بلا ما يعيق. هاد البلان غتبدأ تطبقو أمريكان في التسعينات بعد ما تبناه البنتاغون وطوروا وبدأت يخدم سياسة الإغراء والاحتواء بلاصة الإكراه الغير المباشر. البنتاغون ما داز لهاد السطاج حتى سلا البلان القديم ديال هوليود واللي به طيحوا جدار برلين، وهذا الشيء قال وزير الدفاع ديالهم في ذاك الوقيته، واللي قال أن جدار برلين تخترق غير بالتلفزيون والأفلام والسينما، تخترق بزمان طويل قبل 1989، وأن الجرافات والمعدات اللي طيحاتو ما كانتش غتبدأ الخدمة ديالها لولا تأثير القوة الناعمة اللي كانت كتنشر نمط حياة ديال الغرب وكتزيد فخرات فيه، خصوصا أفلام هوليود. هوليود كانت ديما في هرم أسلحة صحاب الحال، ديما الأمريكي الأبيض بطل خارق، وديما الأمريكي الأسود ولا اللاتينو صفار ولا تاجر مخدرات، ديما العربي بدائي حياته كلها حروب من أجل سبيل النساء، وديما الروسي عميل خائن لبلاده، والجندي الألماني ديما وجهه قبيح ولباسه حتى هو. هادشي هو اللي كان، وهادشي أثروا به مزيان في شرق أوروبا، خصوصا ألمانيا الشرقية أكثر منا حنا العالم الثالث، حيت هادوك كانت عندهم تلفازات ومنتشر عندهم دور السينما وكتوصلهم الصحف والمجلات. اما كون كان عندنا بحالهم كون راه طرات الكارثه، ما غتلقاش اليوم تحد لابس لا بلغه لا شربيل لا قفطان لا جلابه، وصلنا غير الصهد ديالهم وتحرقنا به مازال. اوروبا حتى هي كانت كل منطقه عندها لباسها عاداتها وتقاليدها وغناها بحالنا، كل شيء اختفى، بقى غير شويه في بعض دول اوروبا الشرقيه محاوليهم كلشي واثروا عليهم بالنمط الغربي. داكشي على السهل عليهم فاش طابوا يخليوهم يطيحوا جدار برلين الراسهم ويريبوا الاتحاد السوفيتي بلا قرطاس غير بالقوه الناعمه. القوه الناعمه دقه بطله كدير المعجزات، دارتها حتى في عقر دار صحاب الحال، وخلت الامريكان السود يقلبوا عليهم الفيسا وياخذوا حقوقهم صحة بعد ما شدوا الشباب ديالهم وبناتهم منها، سيطروا على الرياضة والغنى وهجموا عليهم حتى في هوليود. وفي مدة قصيرة تحولت كلمة نيغا لشي حاجة كول ولا كل شي تيقولها لبعضياته، وحبت الفريز ديال حلوة هذاك التحول كان الحسين أوباما. هاد النجاح التقطته الصين وتأسبرت منه، وبغات تدخل حتى هي هاد القوة الناعمة في بلاناتها، وغتسطر لداكشي جوج خطوط حمر على الرياضة والسينما. في الرياضة غيمشيو للرياضة الأكثر شعبية واللي هي كرة. الرئيس الصيني غادي يقرر باش يرد بلادو قوة عظمى في كرة القدم حسن من أوروبا، غيحط فلوس صحيحة رهن إشارة هاد الغرض، غيجيبو العشرات ديال النجوم العالمية وكانوا فيهم حتى مغاربة، كانوا نجوم في نهاية المسيرة ديالهم وكانوا حتى شباب بغاو الحبة، تماما نفس البلان اللي كدير اليوم السعودية. الصين بدات كتجنس في البرازيليين وكانت بغات منتخب قوي يدير ليها هيبة وصل الأمم، خصوصا أن الفوز اليوم في كورة راه أكثر من الفوز بالحرب أمولاي الصديق. الصين غتأهل كأس العالم ديال 2018، والأندية ديالها غتدي تشامبيونز ليغ ديال آسيا جوج مرات، لكن أزمة اقتصادية غتضرب الصين والشركات ديالها، والشركات اللي كانت كتجبرها الحكومة باش تصرف على الأندية براسها خاصها اللي يصرف عليها. وباش تخلص الأندية هادوك النجوم اللي جابت بدات كتسلف وتتكلف وتبيع حوايجها حتى ضرب كاع الأندية كاملين الإفلاس جملة، ولاو ضحكة في آسيا بعد ما دخلوا الفئات الشبابية تعوض هادوك النجوم، ولاو تيخسروا غير بسبعة وعشرة. مادام جبدنا كرة في الصين ما فيها باس نشوفوا القضية ديال السعودية من الزاوية ديالي كما العادة. الخليج بصفة عامة بيناتهم هذاك التنافس القبلي بحال العود ديالي حسن من العود ديالك، السيف ديالي طول من السيف ديالك، وهذاك الوش. وحيت كما قلنا كرة ولات بحال الحروب في التنافس،
وحيت السعودية عاش كأس العالم اللي تنظم غير حداها بكل التفاصيل ديالها، شافت كيفاش المغرب زعزع الكرة الأرضية بكرة وسميته ولات على كل لسان خربقات كاع إحصائيات جوجل. فباستثناء الأفارقة وأمريكا اللاتينية وآسيا البعيدة واليهود وفلسطين، المغرب راه زعزع خواطر الباقية، وخا فرحوا معانا شوية. كلشي تأنسبيرا منه، كاين اللي ولا تيجيب المدربين ولا اللعابة ديالنا، كاينين اللي بغاو يوليو بحالنا، وكاينين اللي بغاو يوليو حسن منا، وهذا الشيء حق مشروع وطبيعي، وهذا هو البلان ديال السعودية. السعودية بغات منتخب قوي حسن من ديالنا، تجيب ليه المحترفين حتى لعندو يحتكوا معاه، تجنسهم وتدخلهم معاهم لكأس العالم القادم. وانت شوف مولاي الصديق، شحال خسرت الصين من قبل وشحال كتخسر السعودية اليوم غير باش توصل شوية من داكشي اللي وصل ليه المغرب غير برجلين ولادو، ويجي واحد راسه مربع مبرمجينو ومارسين عليه القوة الناعمة يقول القزع ارحل. المغرب اللي في العهد ديالو تأهل كما قلنا للتشامبيونز ليغ، ولا حاضر في قاع المناسبات والبطولات رجال وعيالات، حتى كأس العالم ديال السيدات حاضر فيه. الصين قبل ما كانت بدات في خطة كرة ودوري النجوم كانت بغات دير خطة هوليود حتى هي، قال لك بغاو يصدروا للعالم الثقافة ونمط العيش الصيني، وبحال في كرة النظام غادي يحط الملايير ديال الدولارات في السينما، غيديروا هدف باش يفوتوا ميريكان في عدد السينمات، وفعلا غادي يفوتوها، وأول مرة شي بلاد كتفوت ميريكان في دور السينما. الحكومة الصينية غتدعم شركات الإنتاج بحال اللي دارت الأندية ديال الكرة، هاد الشركات غتبقى تنتج أعمال ضخمة وغيظهر عندهم جيل جديد من الممثلين لي ستار بأجور خيالية. البلان ديال تصدير الثقافة الصينية فشل داخل قبل ما يخرج، رغم الإنفاق الهائل والمبالغ فيه في الإنتاج، دائما نفس النمطية، ما قنعاتش حتى الصينيين عاد بغاو يصدروا الثقافة ديالهم للبقية، بل كاع النظام زاد كعا من هذيك الدور ديال السينما اللي بنات الناس بدات كتفرج ليهم في الافلام الامريكيه حيت طلب عليها. وكما طرف كره عاوتاني طرف السينما، الحكومه غتحيد الدعم على هذوك الشركات وغتفرض عليهم سقف ديال الاجور ما يفوتوهاش الفنانه، وضاعت الفلوس مره اخرى بلا نتيجه. الدول كتخسر الملايير الممليارة غير باش تحسن الصوره ديالها، وهذه دول عايقه وفايقه. ومن الواحد كيشوف هادشي اللي كيطرى في بلاد الكبرانات، رغم كلشي تيبقى فيك الحال كيفاش ردوا بلادهم ضحكه وصل الامان. اللي تيدردق بلباس عسكري قدام برج ايفل بحال الكلون، اللي تيقول مكه ديالهم، اللي تيقول حديد برج ايفل ديالهم، ابوطو وسط لوطوروت، كل خرجه من المسؤولين ديالهم ماده كوميديه. وما تسهلوش هادشي، داكشي راه كلشي كيشوفه وكتحفر ليه في دماغه ان هذيك البلاد طاير ليها الفريخ وضربها ترى الحماق بلا فران. مازال كاع ما تمحات صورة رئيس جالس في كرسي متحرك ريوغو هابطين وتيحكم، تا جات بون تيتيري غير فين ما جات، كل ما هدر تيزيد يغرقهم. راه مستحيل تمحى هاد الصورة اللي ترسمت عليهم، خصوصا والبلاد غادا للهوية. داكشي علاش الحل الوحيد اللي كاين واللي واخا يتجمعو 10 من كيسنجر يجلسوا في طبلة ما يعطيوش ليكم، وعارف ان بزاف ديال الجزائريين والمؤثرين متابعينا، غادي نقولوا لكم بسبب الجغرافية اللي كتجمعنا. الكبرانات صناعة فرنسية غاديين بكم لسيناريو العراق، تبيعوا البلاد قدام عينيكم فقط من أجل الحماية، تالفين ما عارفين حتى فين يشدوها، مرة مع روسيا مرة مع فرنسا، وفي قاع الحلول غادا تفرقع الرمانة، حيت البلاد ولات بحال هذيك الرمانة اللي تشققات وشقوقها بدات كتوسع وعمرها غترجع كيما كانت، غتبقى تحل تحل حتى تفرقع ويتشتت اللي فيها. اللهم باش تعتقوا القضية وتبقاو مجموعين، الحل كاين في القبائل، إلا بغيتو تنقدو خاصكم تعطيوهم فرصة هما يحكموا البلاد، جيبوا هذاك فرحات مهني وجههم بشور وفنان وحطوه رئيس عليكم، وخليوه يبني كل شيء من جديد بلاصة هذيك السوهة اللي كاينة، ديك الساعة عاد تسمى الجزائر الجديدة ديال بصح. من غير هذا الحل راه واخا طيروا وتنزلوا، واخا تحيدوا تبون وشنقريحة وتجيبوا رئيس آخر، ما غيطرا والو. بلا ما تخليو القبائل تمشي للامم المتحده وتدخل للجنه الرابعه وتنفصل. داكشي علاش الا بغيتو تبقاو مجموعين اضعف الايمان عطيوهم فرصه واخا غير عامين جربوهم فيها. نرجعوا لقضيه القوه الناعمه، وشفتي مولاي الصديق شحال خسرت امريكان ديال الملاير وشحال تيخسروا الاخرين في هذه القوه.
المغرب اليوم ما عندوش فلوسهم، لكن عنده تاريخ مأثر في محيطه بلباسه بماكلته، مأثر بالعلماء ديالو اللي تقرروا الآئمة ديالو. وزاد اليوم كورة على هادشي. وأقوى قوة عنده في الحقيقة هي إلا تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. المغرب سبحان الله كيتذكر يوميا في كاع القنوات التلفازية ديال الدول الإسلامية في المغرب، وأكيد كيتفكرونا. حنا ما كرهناش العالم كامل يتفكرنا ويشوفنا. بالسينما مستحيل حيت التكلفة ديالها غالية وغتفشل. داكشي علاش خاص الدار خطة كوكاكولا. من شحال هادي وانا كنتشها شي واحد مثلا في افريقيا لابس كاسكيطة مكتوبة فيها كازابلانكا بشي ديكور بلاصة نيويورك، ولا في الشرق الاوسط واحد اخر لابس شي تي شورت فيها جمل بسنان ديال الفضة تيضحك، ولابس السواق ديال الروابا وتحتو مكتوبة زاكورا وحرف الجي بشي حرف ديال التيفيناغ ولا شي ديكور بحال هكذا. راه هكذا امريكان بدات كتصدر لينا الثقافة ديالها، كاسكيطة الرايدرز نيويورك وشيكاغو بولز. اليوم هاد الشراء ولا سهل، خاص غير البدية وشي لابيل يدار بريحتها مغربيت ويدار بهاد النية. والهدف خاص يكون أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ماشي السوق الداخلية، يعني خاص يكون أحسن كاليتي وأحسن لوجو وديزاين وبأفضل ثمن. والتسويق راه المغاربة هما مالي، من المواقع الإلكترونية للموانئ للمطارات وداكشي. وهذا الشيء يقدر يديرو أي واحد وحتى حنايا في هاد القناة. والفكرة أن كاع مكونات هذا المشروع تكون من مجتمع المحاربين ديال هنا، من الكونطابل للخياطة لصحاب الديزاين وانت طالع. ما يجي وصل كأس العالم ديال 2030 اللي غادي يكون في المغرب وإسبانيا والبرتغال تنكونوا طاغين. داكشي علاش إلا كان شي واحد ولد دومين عنده أتولي صغير نكبروه ليه، غنخلي الإيميل في صندوق الوصف يتصل بيا ويدير في دماغه أن نسبة كبيرة من هذيك الأرباح واللي كانت توقعها غتكون غتمشي لدعم محاربين اخرين معنا هنايا في الدومين ديال الصناعه التقليديه. داكشي على حساب المستطاع اللي خاصه ماكينه نجيبوها ليه وفكره كتجيب فكره. وحنا مجمعين وقصارين وقوه ناعمه قاضيه الغرض، وبلا ما تبرز راسك مولاي الصديق اللي ما تيرضاش تخرج من فمه دير لايك ولا بارطاجي ما غاديش يقول لك ساهم غير كون هاني. دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.